الدباج المغتربون. شلونكم أصدقاء؟ إن شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم هو عن لاعب من أصول عراقية كثير من عندكم يعرفه، لعب ويا المنتخب الأولمبي بطولة ودية. راح يحكي لنا هو عن هذا الموضوع، يوسف الإمام. شلونك يوسف؟ الحمد لله. شلونك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله والله زين. أنت شلونك؟ أنا الحمد لله. طبعا اليوم أنا لابس الدرس وأنت اليوم ملابس. طبعا احنا هسه يعني قاعدين بمطعم روتانا، مشكورين هم اللي خصصوا لنا هذه المساحه حتى نقدر نصور بيها. يوسف احكي لي، اول من بديت تلعب طوبه او تلعب كره القدم ايش قد كان عمرك؟ انا كنت 4 سنين، وابوي واخويا وداني الى يعني نادي صغير يعني بس بمالما يعني وشافوني لعبت زين يعني. ايش قد كان عمرك انت؟ 4 سنين. وشنو كان اسم النادي تتذكر؟ اسمه كله دول. اوكي، بالمنطقه. اي نادي بالمنطقه. اي وبعدين ايش وقت لعد حولت المالمو؟ لعبت هناك اسبوع والمدرب قال لابويا يعني ابنك زين اخته الى مالمو، لانه مالمو كان افضل يعني نادي بهذه المنطقه. وظليت استمريت ويا مالمو؟ خلاص ما انت ما رحت اي نادي ثاني؟ اي. مالمو كان يا درجه لمن انت بديت يعني يا ديفخون كان افضل يعني الالسنس كان بالممتاز بس مال الشباب يعني. مال الشباب. انتوا كم اخ او انتوا بالعائله يعني؟ احنا 3 اخوان. اخوانك يلعبون طوبه لو بس انت؟ كانوا يلعبون. ايه. اخوي الاكبر واحد كان يلعب هوايه يعني، كان يعني كله زين، وهو علمني هوايه، تدربت هوايه ويا ابويا وبعدين هم انا ويا اخويا يعني. وهاي كان تتدرب وهم ويا النادي لو هاي قبل؟ اي لا يعني تدرب ويا ابوك واخوك وهم بالنادي. اي بس هم ما حد من اخوانك لعب يعني لعب بنادي بس انت؟ بلي لاعبين بس. انت الاصغر واحد؟ اي انا اصغر واحد. واخوك الوسطاني والكبير يعني لعبوا بانديه بس ما كملوا؟ هم لعبوا بس يعني اخوي الكبير انصاب وبعد ما لعب خلاص. والاصغر منه هو ترك يعني هيش ترك وشاف له غير طريق. وانت الوحيد هسه اللي رسميا بالعائله تلعب طوبه تلعب كره قدم؟ الحمد لله. لعبت ويا منتخب السويد، شباب السويد؟ اي. يا فئه همين 18 و17 و16 يعني. أي. انت لعبت ويا الفئات العمريه ضد يا منتخبات لعبت اللي اذكرها؟ ضد انجلترا وهواي لعبت ويا فرنسا. ماذا تتذكر يمكن بس انجلترا هسه؟ أي. شو وقت صار استدعائك منتخب الاولمبي؟ من استدعاك؟ صار اتصال ويا ابويا وهم قالوا انه يريدون ابنه يلعب للاولمبي. وكم لعبة لعبت؟ لعبت يمكن انت بس بطولة واحدة؟ اي انا لاعب بطولة واحدة. اول لعبة ضد فيتنام فزنا 3-0. وثاني لعبة ضد كوريا خسرنا 1-0. اوكي. واخر لعبة ضد عمان فزنا 1-0. وهذه كانت يعني اول مرة انت تلعب ويا المنتخب الاولمبي للعراق. شنو كان شعورك يعني انت اول ما؟ أنا كنت كلش فرحان وكان حلم بالنسبة لي ألعب يعني ألعب للعراق. وإن شاء الله راح نشوفك ويا العراق مستقبلاً إن شاء الله. إن شاء الله. الناس ترى ينتظروك هواية. أني فيديوهات من أنزل يقولوا لي يوسف الإمام، وين يوسف الإمام؟ ونزلت أني فيديو حكينا إنه إن شاء الله حتكون موجود ويا المنتخب، يعني إن شاء الله قريباً نسمع أخبار حلوة. منو من اللاعبين العراقيين اللي أنت متابعهم أكثر شيء؟ زيدان أعرفه. يعني زيدان تعرفه تصل وياه؟ لا, يعني لا لا ها لا بس إنه بس متابعه. إنه شايف يعني. ايه. همين آلاي أو أمير عماري يعني أنت جماعة السويد اللي متابعهم أكثر شيء. رايح للعراق؟ من كنت صغير يعني. إيش قد كان عمرك؟ 6 سنين 7 سنين. وشون شفت العراق بوقت؟ ما ذكره هواي. بغداد رحت؟ إيه بغداد غير أماكن همين بس ما أذكر. أنت من يا يعني تعرف أنت من يا مدينة يعني العائلة من يا مدينة؟ أبوي أصله من الشمال. من الشمال، شمال العراق. إي. وبس أنت بس رايح زيارة للعراق، ومرة واحدة لو أكثر من مرة؟ لا مرة واحدة.
بس اتمنى اروح مرتين ان شاء الله. اذا شاء انت راح تلعب ان شاء الله إن شاء اكيد الله. اكيد راح معسكرات راح تصير ان شاء الله ببغداد ومحافظات. شو تريد تقول للجمهور العراقي الرياضي اللي يتابعك؟ انا احب اشكر الجمهور العراقي اللي يتابعني، وان شاء الله اكون عد حسن ظنكم ان شاء الله. وانا اتمنى لك كل التوفيق، وشكرا انه قعدنا هاي القعده ونبقى على تواصل. الانستغرام مالته راح نخليه بالصندوق الوصف، وراح يكون هنا هذا هنا الانستغرام. تابعوه وشجعوه، وان شاء الله راح نشوفه قريبا ويا منتخب الاولمبي ان شاء الله. وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسون الدعم، اللايك، السبسكرايب، تفعيل الجرس، كل شيء سووه حتى تشوفون كل شيء انزله. مو هيك شو تقول لهم بالسويدي؟ في الكومنتات سبسكرايب، يور اولتينج يور اولتينج حبيبي. شكرا حبيبي.